النهاردة هاخدكم إيطاليا ونروح نعمل حاجة البيوت المصرية كلها عارفاها، باللازانيا اللي بالريد صوص واللحمة المفرومة. النهاردة أنا هعمل معاكم حاجة مختلفة خالص، هنعملها بالجبنة الريكوتا والسبانخ، وهنعملها بالوايت صوص. جربوها وأوعدكم إن أنتم مش هتندموا خالص، إن أنتم يعني جربتوها وهتعملوها على طول، هتبقى أكلتكم المفضلة. تعالوا معايا أقول لكم المقادير بتاعتها ونعملها مع بعض. هبتدي دلوقتي أحط الجبنة الريكوتا، وبرضو عايزه اقول لكم على حاجه، يعني اللي ما عندوش اوبشن انه يستخدم جبنه ريكوتا ممكن يستخدم جبنه قريش، مفيش اي مشكله، يستخدم اي نوع جبنه هو بيحبها. هحط دلوقتي جبنه بارميجان، جبنه موتزاريلا، شويه بقدونس، وهنحط بيضه، شويه ملح، وشويه فلفل، ونبتدي بقى نعجنهم مع بعض. دي الحشوة بتاعت المكرونة عندنا او اللازانيا، سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة. هعمل معاكم دلوقتي الفريخ. احنا معانا صدور فريخ مسلوقة. اللي انا بعمله ان انا ما بحبش طعمها في اللازانيا يبقى مسلوق، فبشوحها على النار بشوية زيت وبصلة وثوم، على اساس ان هي بقى ليها طعم، يعني ايه ما تبقاش كأنها ايه مسلوقة وخلاص. حطيت البصل، انا مش عايزه البصل يتكرمل، انا بس عايزاه يعني ايه يدبل كده، يبقى لونه مدي على شفاف شويه. هبتدي بقى انزل الثوم وبعدين انزل الفريخ. هبتدي دلوقتي هنزل بالثوم واقلبه، انا دلوقتي شوحت البصل مع الثوم، وهنزل بقى بالفريخ هقلبهم بالظبط التقلبتين، لان هي اوريدي مستويه، يعني انا بس عايزاها تاخد لون كده زي ما انتم شايفين ابتدت تاخد لون مع البصل. وهزود عليها بقى دلوقتي الملح والفلفل. حطيت فلفل اسود وملح. انا خلاص شلت الفراخ من على النار، دلوقتي هبتدي في بصاص البشاميل. اول حاجه هعملها ان انا هنزل 4 مكعبات من الزبده، هحط بقى 3 معالق دقيق، ونبتدي بقى نقلب. اول ما نشوف القوام كده نبتدي بقى ننزل باللبن، بس مش هننزل كله مع بعض، خطوة خطوة هنقلبه كده حاجة بسيطة لحد ما نبتدي كده ونزود اللبن تاني. الخطوة دي احنا بنعملها عشان احنا مش عايزين الدقيق يكلكع تحت، عايزين نتأكد ان كله بقى داخل في اللبن. هنزل بقى بكريمة الطبخ، وافضل اقلب. وانا بقلب بقى كده هحط فلفل، ملح، ورشة جوز الطيب، واقلب برضو. عايزه اقول لكم على حاجه بقى، انا جربتها كذا مره ولقيت ان هي بتدي طعم حلو قوي. هي الوصفه الاصليه المفروض ان في البشاميل ده بيبقى فيه بصل، فانا ما عجبنيش قوام البصل مع البشاميل، فعملت ايه، جبت ميه بصل بحط بالظبط معلقه صغيره واقلب، بتدي طعم حلو جدا للبشاميل بالذات في الاكله دي، فجربوها ومش هتندموا. هنزل بقى دلوقتي بسبانخ، انا مقطعاهم، متتخضوش من الكمية لان السبانخ من الحاجات اللي هي بتهبط جامد قوي، ولا كأن في حاجة انتوا حاطينها اصلا. كده المكونات بتاعتنا كلها جاهزة، البشاميل جاهز، والجبنة الريكوتا اللي هي الحشوة، والفراخ. تعالوا بقى نجمعهم كلهم في البايركس ونشوف شكلها النهائي عامل ازاي. اول حاجة هنحط بس كده لير من البشاميل اللي هو بالسبانخ. هنبتدي بقى نجيب اللازانيا، نحط كده هنيجي بقى دلوقتي هنجيب حشوة الجبنة اللي هي الريكوتا ونحطها كده. هنبتدي بقى دلوقتي نحط الفريخ، انا يعني بعملها بالايد عشان بحبها تبقى يعني ايه متوزعة في كل البايركس. هجيب برضو البشاميل واحطها كده على الفريخ. هعمل طبقة تانية من اللازانيا،
وهنعيد نفس اللي احنا عملناه تاني. هنعمل لاير تاني من الجبنة. والله يا جماعة مش هتندموا لو جربتوها، يعني فعلا احلى لازانيا ممكن تاكلوها. هحط دلوقتي طبقة تانية من الفريخ برضو، نوزعها كده في الفايركس كلها. دلوقتي هحط واحدة بشاميل على الفريخ، دي اخر كده طبقة خلاص من الفريخ والجبنة، هغطيها برضو كده بالبشاميل. هغطي كده دي اخر طبقة من اللازانيا، وبعدين احط عليها بقى ايه طبقة البشاميل الاخيرة. هنحط بقى دلوقتي البشاميل اخر طبقة خالص. اخر حاجة هعملها هنبتدي بقى نرش الجبنة البارميجان والجبنة الموتزاريلا. ده شكلها بعد ما خلص. هندخلها دلوقتي الفرن على درجة حرارة 160 لمدة 35 دقيقة. اول ما نشوف في بابلز كده على الحروف هنعرف ان هي استوت، هنفتح عليها الشواية لمدة 5 دقايق وكده تبقى خلص. ده الشكل النهائي للازانيا بتاعتنا، جربوها ومش هتندموا خالص. هي طريقة انا عارفة ان هي مختلفة وفيها ممكن مكونات ناس كتيرة، ممكن السبانخ، الجبنة ريكوتا، الحاجات دي ناس يعني ممكن تستغربها شوية، بس فعلا جربوها وهتحسوا ان هي هتاخدكم في حته تانية خالص. بالهنا والشفا، ويا رب تعجبكم. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.